ماضي ساعتين وثمانية دقائق. أهلا وسهلا بكم في سبور إكسبريس. غدوة اجتماع هام تنسيقي في مقر وزارة الشباب والرياضة بخصوص انطلاق مرحلة التتويج للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الأطراف المعنية الجامعة والرابطة ووزارة الداخلية والحماية المدنية وسلطة الإشراف بالطبيعة. والهدف كما قلت ضمن أفضل انطلاقة للمرحلة الحاسمة. وفي البرنامج نذكر يوم الخميس المباراة الأولى اتحاد المنسيري مع نادي الإفريقي. يوم الجمعة ترجي تونسي مع سي اس اس في لقاء قمة. والاتحاد الرياضي ببنغردان مع النجم الرياضي الساحلي. أزمة جديدة في النادي الرياضي البنزرتي بسبب عدم صرف مستحقات الملاعبية. تفاصيل مع عند مراد الدلاجي في بنزرت. مرحبا مراد. مرحبا بك عبدو. مرحبا بكل متابعين راديو موزايكا فام. كما قلت أنت النادي الرياضي البنزرتي عايز في صعوبات مادية الأيامات هذه منذ انتهاء مباراة اتحاد بنغردان اللي ضمن فيها النادي الرياضي البنزرتي بقاؤه بأريحية في الرابطة المحترفة الأولى وماهوش باش يلعب معناتها البلاي أوت وهذا اللي فرح الجمهور. لكن من نهارتها إلى اليوم 8 أيام اللاعبين ما رجعوش للتمارين. الإطار الفني ينتظر علاش على خاطر ما تمش صرف مستحقات اللاعبين. نعم. اللي هي معناتها بريم ومع شهرية. الهيئة المديرة هي بتبعتها في أزمة. المؤسسات العمومية ما أوفتش بعودها. البلدية المجلس الجوي ما فماش فلوس في بنزرت ما فماش دعم دونك ما فماش انترينمون. وضعية معناتها صعبة شوية. إلى متى؟ هذا السؤال لازم تطرح وهذا السؤال لازم معناتها حل نهائي لانه طاو سنوات في شروط سنوات نادي البنزرتي يعيش في نفس الازمه. الازمه ماشيه وتكبر كيما كره الثلج. اليوم نادي البنزرتي مازال عنده استحقاقات لقدام. مازال عنده مباراه ترتيبيه مع مستقبل سليمان. مازال عنده كاس تونس وعنده فروع اخرى حكي نحكي وما نحكيش على كبر كره القدم فقط انما بقيه الفروع بقيه الاصناف ما فماش فلوس. يلزم الدعم يلزم حل نادي البنزرتي. شكرا مراد. نحكيو باسكت. دور نصف النهائي للكأس اليوم في المستير بين الاتحاد المنسير والوزارة الرياضية بداية من ماضي ساعتين. مباراة تجي قبل ثلاثة أيام من نهائي البطولة بيناتهم الزوز في قاعة الزهرة. وفي نصف النهائي الثاني يستقبل نادي إفريقي اتحاد الأنصار في قاعة الجرجاني من أجل تعويض الموسم الكارثي على مستوى البطولة بالنسبة للنادي الإفريقي حيث يلعب الفريق من أجل تفادي النزول مقابلة تنطلق من ثلاثة. إلى الكرة الطائرة. اجتماع لجنة التأديب انطلق منذ نصف ساعة تقريبا أو أكثر شوية للنظر في أحداث مباراة دور نصف النهائي للكأس بين نادي السويقسي ونجم الساحلي. كما قلت في دور نصف النهائي اللي توقفت في الشوط الخامس والنتيجة 9-4 للسي اس اس بعد تواصل أحداث العنف الخطيرة جدا اللي حصلت تلك المباراة. تبادل العنف ورشق بالمقذوفات بكل أنواعها. تم استدعاء أربعة لاعبين والكتاب العامين لكلا الفريقين للاستماع إليهم. وكان الحكم لطفي بن يوسف أرسل تقرير تكميلي لجانب تقرير مراقب اللقاء والاستئناس أيضا بالتقرير الأمني. الليلة مع ثمانية قمة الدور نصف النهائي ذهاب لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم مانشستر سيتي ريال مدريد للقاء للفرجة للإثارة. بالأرقام التعادل سيد الموقف بين الفريقين. قابلوا ست مرات مرتين تعادوا مرتين فاز السيتي ومرتين فاز الريال. وعلى فكرة كل جمعية سجلت سبع أهداف. الليلة الحسم أكيد لأنه لقاء لا يقبل القسمة على اثنين. الزوز الأولى في بطولاتهم الزوز يلوجوا على الوصول إلى الدور النهائي وبالتالي التتويج باللقب الأوروبي. سيتي يلوج على التتويج الأول في تاريخه والثالث لمدربه غوارديولا بعد زوز مع برشلونة 2009 و2011. اللقب 14 يلوج عليه الريال بعد لقب أول عام 1956 وآخر لقب كان عام 2018. وأيضا مدربه كارلو أنشيلوتي يلوج على اللقب الرابع في مسيرته بعد زوز ألقاب مع الميلان 2003-2007 ولقب مع الريال عام 2014. السيتي ريال مدريد الليلة 8 متاع الليل. ونكمل الخبر جينا من برشلونة حيث مدد برشلونة عقد مدافع الدولي الأوروغوياني رونالد أروخو حتى العام 2026 وفق ما قلت ما أعلن عليه النادي في البيان اليوم الثلاث. وحدد برشلونة قيمة البند الجزائي في عقد أروخو اللي عمره 23 عام. البند فيه مليار يورو وهو مبلغ خيالي. ونذكر انه أروخو كان انضم لبرشلونة عام 2019 قادم من فريق بوستون ريفر الأوروغوياني. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موقعنا على شبكة الانترنت www.mozaikafan.net.